كوتش كوكو مبروك. من الناحية الفنية شو فيك تخبرنا عن المباراة؟ نحن اليوم أدائنا كان مش جيد وكان متوسط، يعني كنا ضايعين أول اثنين كورترز هجوميا ودفاعيا، ما قدرنا نلقط المباراة مثل ما نحن كنا مستنظرين وعاملين بلانينج. بيبلوس لعبوا كتير منيح، خاصة شباب اللي فاتوا أوف ذا بنش مثل توم وعمر، يعني كانوا لقطوا الريتم أسرع منا بالهاف تايم. بعد الهاف تايم قدرنا نرجلج الأمور مثل ما نحن بدنا، قلبنا على الزون شوي كمان مشيت، بس الحمد لله قدرنا نتخطى المباراة بوين منيح كتير لنا. يعني شفنا الزون تو سري رجعنا البوكس أند وان، بالنهاية رجعتوا على المان تو مان مع تربيت على جاي، هذا كان العامل الأساسي اللي تربحوا اليوم. أنا مثل ما قلت لك، نحن لما الفريق ما عم بيكون يلقط الفورم تبعه دفاعيا وهجوميا رح تقدر لازم تجرب كذا نوع دفاع، ونحن مثل ما قلت لعبنا 2 3 وبوكس اند 1 ورجعنا لعبنا شوية ترابينج وبريشر على الطابة، هذا كان العامل انه قلب المباراة واتفقنا بكم شوط هجوميا وقدرنا نخطف الفوز. يعني شو الفرق بين ديزمون الشوط الأول وديزمون الشوط الثاني؟ لا بدك تقول الحكمة الشوط الأول وحكمة الشوط الثاني، لأنه بتصور كل الفريق كان شوي يعني ما كان موجود، يعني كل اللعيبة ما كانوا موجودين بالوقت لازم يكونوا موجودين فيه. أكيد دازمن كمان أدى شوط تاني رائع جدا وفرجة أنه هو لعيب بيقدر يلعب تحت بريشر عالي، وعمل أفور كتير كبير دفاعيا وهجوميا، جاب كذا ريباوند وحط شوطات يعني كانوا مصرية لنلعب لنربح المباراة. كيف تشوف المواجهة بين جاي وتيريل ستوكلن؟ يعني بالنهاية المواجهة أكيد هن الأول اثنين بست كورز بالليج، إنه بتصور جاي عمل جيم كتير كبير اليوم، وبس تيريل كمان آخر كورتر فرجه إنه عنده ليدرشيب عالي ولقط المباراة. بالنهاية دائما الكريت بتروح للفريق اللي ربح، يعني فبتصور تيريل عمل فيري جود جيم وعمل ليدرشيب لفريقه وقدر ينهي المباراة بفوز مهم لنا. عندكم نهار راحة بيرجع مباراة هوبس، كيف التحضيرات؟ يعني بكره بدنا نقدر نجرب نقدر يعني نعمل بالانس بين الرياحة وبين التحضير شوي، لأنه فريق الهوبس كمان نعرف إنه عنيد وبيضلوا يقاتل وكذا، مفروض بكره لازم عندنا تمرين ونحضر وإن شاء الله نقدر نلعب الجيم بلا إصابات نخلص ونربح الجيم كمان الأحد. كيف تشوف الرياضة مع تغيير لورين وودز؟ يعني رياضي فريق كبير، يعني لعيب واحد ما بتصور انه بيغير كتير بالتشكيلة تبعيتهم، لانه عندهم كور قوي كتير وعندهم بنش كتير قوي واكسبيرينس كتير عالية. هلا هن بدهم يشوفوا ونحن كمان بدنا نشوف كيف الكيمستري رح تركب مع اللعيب الجديد، ويعني بتصور فرقة كبيرة بيعرفوا يعملوا ادجستمنتس بس يغيروا لعيبة، بتصور الرياضي بدهم يكونوا يعني كمان من افضل الفرق، ويعني اي ثينك ذي ويل بي فاين. على ضوء التغييرات بالرياضة في شي تغييرات بالحكمة؟ لهلا نحن مع الاجانب تبعنا وما في اي تغيير بالنسبه للاجانب، ونحن ماشيين وكثير راضيين على الفريق. واخر سؤال، قد ايه بقيت تاهل من فريق قادر ينافس الحصان الاسود بالبطوله لفريق منافس على اللقب؟ لا اكيد اليو بي اي بطل الحصان الاسود، اليو بي اي فريق عنده احترام كثير كبير، نحن بنحترمه وبنحضر كانه عم نلعب يعني ضد الرياضي، يعني عندهم ذات الليفل مثل ما فرجوا اليوم، عندهم روح ايطاليه كثير عاليه وتكنيكلي they are very well، لعيبه they are delivering the ball مثل ما كوتش بده مثل ما كوتش راسم، فهن فريق يعني مثلنا مثل الرياضي، والتضامن حتى رح يتقدموا كمان شوي شوي مع بس يتقدم السيزن، فبتصور هن كمان بيقدروا ينافسوا على اللقب مثلنا مثل الرياضي ومثل حيلا فريق. يعني اوكي، ميرسي كثير كوتش، ميرسي كثير جاد، ثانك يو.